البلد على مدار الفترة اللي فاتت خربت بيت الناس اللي شغالين في قطاع البناء والتشييد بحجة ان احنا وقفنا عملية البناء والتشييد. طب المواطن هيسكن فين؟ حدود الدخل يعيش ازاي؟ الشباب اللي عايز يتجوز واللي عايز يبني حياة يبني منين؟ تطلع علينا الدولة تقول طب ما انا ببني وبقدم لك بعض الشقق لمحدود الدخل ومتوسط الدخل والشقق المميزة. بعض الخبثاء بيقولك ان حدوتة ايقاف البناء وتشريد قطاع بيضم اكتر من 5 مليون مواطن ومليارات من الاستثمارات سنويا كان لصالح هذه المشاريع اللي بتعملها الحكومة. اللي بيبني فقط في البلد هي الحكومة، واللي بيبيع شقق هي الحكومة، واللي بيحتكر قطاع التشييد والمقاولات في بلدنا هي الحكومة. من الحاجات اللي بتتعمل حاجة اسمها شقق محدود الدخل. ايه شقق محدود الدخل؟ دي مبادرة اعلن عنها عبد الفتاح السيسي في 2018 واللي بعدها على طول قفلوا الباب على المواطن وقال لك هنوفر شقق لمحدود الدخل في حوالي 25 محافظة من 27 محافظة من محافظات الجمهورية. الخبر ده النهاردة الصبح قال لك ارتفاع مرتقب بوحدات محدود الدخل بعد تخصيص 25% من حصيلة مخالفات البناء لصندوق الإسكان. واحدة واحدة عشان نفهم معنى هذا الخبر، قال لك ان الوحدات بتاعه محدود الدخل هتزيد الفتره اللي جايه. طب هتزيد ليه؟ لان احنا بناخد 25% من صندوق مخالفات البناء. طيب صندوق مخالفات البناء حصلته قد ايه هذا العام او لحد النهارده؟ قال لك لمينا من جيوب المواطن 100 مليار جنيه مصري. 100 مليار جنيه تلموا لهذا الصندوق بالبلطجه وقانون معطوب وتعديل قانون تاني والداخلية تهد بيوت المواطن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتساوم الناس تبقى باني في أرضك قدام بيتك ومعاك مش عارف ايه يجي يقولك ادفع فتدفع غصب عنك. المهم السبوبة دي حكومة لمت منها 100 مليار جنيه. هناخد من ال 100 مليار دول 25% يعني 25 مليار جنيه يروحوا لبناء شقق محدود الدخل. ومش عايزك تفرح قوي لان شقق محدود الدخل اللي بتبنيها الحكومه دي اصبحت في متناول المواطن المليونير. يعني انت خدت الفلوس من المواطن بنيت بيها شقق لمحدود الدخل وبتبيعها تاني لمحدود الدخل بالسعر او بالطاقه 2 و3. لو سابوا السوق الحر المقاولين والشركات تبني كانت بنت وحدات ارخص من الوحدات اللي بتبنيها الحكومه. المهم دلوقتي معانا قد ايه؟ معانا 25 مليار. عايزك تضيف عليهم في 2020 الموقع الرسمي للبنك الدولي قال انه مول مصر ب 500 مليون دولار لتوفير وحدات سكنيه لمحدود الدخل. وبالمناسبه دي كانت منحه غير مردوده، 500 مليون دولار بسعر الدولار النهارده 55 جنيه، يعني بنتكلم عن حوالي 25 مليار جنيه تانيه. دلوقتي الحكومه معاها قد ايه؟ معاها 25 مليار من جيوب المخالفات او من التصالحات، معاها 25 مليار جايين بلوشي من البنك الدولي لبناء شقق لمحدود الدخل. صرفت قد ايه الحكومه على هذا الملف من اول ما اعلنه عبد الفتاح السيسي للان؟ حكومه بتقول انها صرفت 31 مليار من اجمالي مدخول 50 مليار جنيه، وقال لك سكن لكل المصريين ده احد الفروع بتاعه المشروع. تفاصيل طرح 55 ألف وحدة سكنية لمنخفض الدخل. الأزمة إن ال 55 ألف وحدة دولت حسب كلام الحكومة لوحدهم كلفوا المبلغ اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده اللي هو 31 مليار جنيه. طيب أنت تقريبا لو هنقول إن الحكومة بتدفع النص اللي هو جاي من جيب المواطن والتمويل بتاع محدود الدخل اللي انت جبته من البنك الدولي بيدفع النص، مفروض انا كمواطن اخد الشقة دي بنص تمنها. لكن اكبر طرح لوحدات محدود الدخل 25 محافظة، تسليم فوري، دولة مستمرة في التزاماتها، سكن لكل المواطنين. وقال لك ان ال 25 محافظة دولت الشقة بتبدأ بحوالي 310 ألف جنيه. 310 ألف جنيه اللي هو إيه؟ تلت مليار كده. لما شقة المحدود الدخل حسب كلام الحكومة وتمنها يتجاوز 310 مليار جنيه. ده حسب كلام الحكومة.
بالمناسبه الشقه دي عشان توصل لك 310 مليون جنيه، اسف 310 الف يا عم ما تلخبطنيش، عشان الشقه دي توصل لك محتاجه توصل 350 الف جنيه. قول لي بقى فين محدود دخل في البلد يقدر يوفر من مرتبه ومن قوته وقوت عياله تمن شقه ب 310 الف جنيه؟ اسمع كده كلام الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بيقول ان المشروع ده بيستهدف توفير الوحدات السكنيه لمحدود الدخل. نتابع. الحقيقه يمكن النهارده كان عندنا الحقيقه تفقد طبعا لمشروع المبادره الرئاسيه سكن كل المصريين، وهذا البرنامج اللي كان الحقيقه كان حلم للقيادة السياسية بدأ من 2014-2015 بأن احنا يعني نصل إلى مليون وحدة سكنية لشبابنا والأسر محدودة الدخل. والنهاردة الحمد لله الواحد سعيد جدا 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 أن هو فعلا أن احنا النهاردة فعلا بنعلن أن احنا أتمينا وجاري تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية. الحكومة بتقول أنها تنفذ مليون وحدة سكنية، عدد اللي تم الإعلان عنه حتى الآن لا يتجاوز 250 ألف وحدة سكنية، بل في تضارب ما بين كلام رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، ومش عارف الدكتور عصام الجزار الوزير وصندوق الإسكان. المهم كل واحد بيطلع له برقم ومحدش عارف. في بناء بيتم في 25 محافظة، في ناس اتخرب بيوتهم، في شركات فلست ومشت العمال لان الحكومه وحدها بتبني، ويطلع يقول لك ان لا زياده في شقق محدود الدخل وان الاسعار الشقق لم تشهد اي زياده، ده حسب كلام مساعد وزير الاسكان الدكتور عبد الخالق ابراهيم. الغريب ان في الوقت اللي بيقول لك لا زياده المواطنين نفسهم بيعلنوا ان الشقه اللي ب 310 الف في متناول المواطن الغني، هو مفيش محدود دخل يقدر يوفر المبلغ ده. الأسوأ كمان ان شروط محدود الدخل اللي الحكومة بتحددها لازم يكون دخله الشهري اقل من 8000 جنيه. اهو دي الدكتورة مي عبد الحميد رئيسة مش عارف صندوق الاسكان اللي بيعملوه، وقال لك ان لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد دخل الأسرة عن 8000 جنيه. طب يا اخوانا هو ازاي؟ طب 8000 جنيه يعني بيقبض 5000 جنيه مثلا، 6000 جنيه، 7000 جنيه، هتدي له شقة سعرها 310000 جنيه، هيدفع 4000 جنيه مش عارف شهريا او طب هيعيش ازاي؟ هياكل منين؟ ده كيلو اللحمة دلوقتي عدى ال 250 وصل 300 جنيه. ده كيلو السكر ب 55 وكيلو الرز ب 45 وكيلو البصل ب 40، هياكل هيدفع فواتير ازاي ويدفع ايجار ازاي؟ يقول لك الاسره يعني انت لو انت ومراتك مثلا لو انتوا الاثنين شغالين لازم يكون دخلكم انتوا الاثنين اقل من 8000 جنيه. انا مش فاهم بصراحه الحكومه بتعمل ايه. وبالنهايه بالمناسبه بيتم بيع هذه الشقق للساده اصحاب الوسايط، ابن عم فلان وبنت خالد فلان وقريبة فلان، وانا بعرف يعني اعرف سماعت حواديت ان بعض من السادة المسؤولين ادوا شقق محدود الدخل لقرايبهم وادوهم شقتين جنب بعض عشان يفتحوها وتبقى شقة كبيرة، لان الشقق معمولة طبعا قد كده عشان الغلابة، لكن المسؤولين قرايبهم ما ينفعش يعيشوا في الشقة الصغيرة. وزارة الاسكان في هذا الكلام وقالت بنظام التمويل العقاري ومقدم حجز يتراوح ما بين 15 ل 22 ألف جنيه، ودي كمان مصيبة سودة يا اخوان. ما هو انا بس يعني إيه، تعالى لي كده يا عم ضياء، يا عم حسان انا اسف ضياء اجازة النهارده، قال لك 310 ألف وهتدفع مقدم 22 ألف جنيه. هو فين محدود الدخل في بلدنا اللي مرتبه هو ومراته وعياله اقل من 8000 ومحوش 22 ألف جنيه تمام كده، وهيشتري شقة ب 310 ألف جنيه في الآخر يرجع يقول لك في عزوف من محدود الدخل على هذه الشقة بعد ارتفاع متوقع في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط هذا العام، والارتفاع وصل ل 15% حسب كلام بعض السادة المسؤولين. تقوم الحكومة تعمل إيه؟ تطرح
الشقق باسعار جديده اهو، الاعلان عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل باسعار جديده، واللي كانت السنه اللي فاتت ب 310 لما تضيف عليها ال 15% توصل حوالي 375,000 جنيه، بتتسلم للمواطن ب 400 وشويه. المواطن ما معهوش فلوس، تطلع الحكومه تقول لك ايه مقدم 22,000 وقسط 4,000 جنيه كل 3 شهور، اللي هو يعني ايه اوكازيون، يعني محدود الدخل اللي بياخد 8,000 جنيه مطلوب منه يوفر 4,000 جنيه عشان يدفع قسط و 22,000 جنيه المقدمه. حكومه بقى لما عزف المواطن او عجز على انه يدفع او ياخد، قررت الحكومه تعمل سبوبه تاني، خدت نفس الشقق بتاعت محدود الدخل وقالت طب هعرضها كشقق متميزه او اسكان مميز وزياده 40%. اللي هو ايه بقى؟ عملنا لك شقه يا محدود الدخل، تعالى خدها. طب ما معيش فلوس. طب ان شاء الله عنك ما خدت، هعرضها باعلى 40% وتبقى للناس الاسكان المميز، واسعار الشقق اللي هي اوضه وصاله بتبدا ب 400,000 جنيه واثنين وصاله او ثلاثه وصاله بتتجاوز 750,000 جنيه، وده مشروع الاسكان لمحدود الدخل اللي اعلن عنه عبد الفتاح السيسي، واللي بسببه خرب بيوت الناس اللي شغاله في قطاع البناء والتشييد والعقارات، واللي ايضا بسببه دلوقتي بيتعمل سبوبه على قفا المواطن، واللي بسببه الحكومه جابت قرض او منحه من البنك الدولي ب 25 مليار جنيه، ونهبت من جيوب المواطنين كمان 100 مليار جنيه، حطت منهم 25 باسم محدود الدخل. محدود الدخل دلوقتي عايش في الشارع في ظل حكم هذا النظام اللي ما بيهمهوش لا مواطن ولا محدود دخل ولا متوسط دخل، اهم حاجه يعمل سبوبه على قفا المواطن زي ما شفنا في هذا الملف.